الاخوان مع حميد. صافي كذا با حميد بخير خويا صح مزيان الله يحفظك خويا. ها الجديد عاوتاني هكا الشاق اقفاص مالاد ديال الصبليون. شوف هاد الكفيز اخويا حميد هذا سي من لي سبون هذا يقول لي ديال الصبليون كان خدا واحد الدري صادق ديالي كيشارك به وخديته من عنده صافي الطايه ديال الكونكور باش طايه ما يشوفش باش ما يشوفش الطايه الاخرى كفيز الله يبارك فيك. السرير ديالو لوريجينال هاد السرير كيجي بحال واحد عوجيانه ما يمكنش يتصاوب هنا في المغرب شي على حساب الشبابة السرير السرير كتحكم فيه كيف هبطو هذا لوريجينال بلاستيك وهذا العود حامل تقرباش من عود اخويا ما هو ديال الصبرين لوريجينال تكون بحال هكا كيغلفو كيبان بحال مصبوغ العود ياك كيبان بحال البلاستيك بحال البلاستيك الوكالة كيجيبوها بلاستيك كتكون بلاستيك الوكالة بلاستيك باش اللي بغا ياخذو ياخذ عليه فكره اما ممسوح من اول باش ما مسحو لا والو مازال يبان الا تمسح ياك اينوكس هو سلك اينوكس ما كيصدمش الشرابه ديالو كتكون لداخل هاد الصطريري بالنسبه للثمن ديالو خويا حميد هذا البيع ديالو 400 البيع ديالو كيبقى 400 درهم كيدير 70 اورو اول الاخوان كيبقى الثمن ديالو 400 درهم بالنسبه للاخوان اللي بغا تقفيز حميد خويا النميره ديالك واتساب صفر واتساب 06 20 20 78 99 في الاخر حميد بغيت نسولك بالنسبه لواحد الاخ تسول عنده واحد الطوير كيبقى له حريش غير بوحدو مناش تقريبا يكون السبب خويا كتكون بعض الدور كيكونوا بحال هكا واخا يخرج من الداله كيعاود يدخل للدار من الداله كيكون الطير خاصو الحريه يطلق في السلاكه ولا يطلقوا من الاحسن ويبقى فيه ديما هذاك المشكل في الخدمه اللي كيقول لك دير ليه الماء ديال البصله هذاك الشيء كامل جربناه من خدام ما احسن تلقوا في شي فولير فولير ولا تلقوا يمشي يعيش حياته تحياتي خويا حميد الله يسر خويا المقلين هذا شحال عنده؟ هذاك عنده عامين عنده عامين هذا الله يبارك هذا شحال كيبقى الثمن ديالو؟ هذا الثمن ديالو؟ هذاك 800 درهم هذا كيبقى الثمن 800 درهم كاين هذا هنايا هذا هنا عند خادم هذا اصل اخرى هذا قرعه خويا هذا قريه هنايا قرعه هذا شحال كيبقى الثمن؟ هذاك كيبقى ب 500 500 درهم كيبقى 500 درهم كلب بالنسبه للنيره خويا عبد القادر 06 61 70 44 09 هذه النيره اللي بغيتي توصل كل الميل ديالو كل الميل داوي اللي بغا شي فيديو ولا شي حاجه ماشي مشكله راه النمره في الواتساب اللي بغا شي حاجه راه يصيفط لي فيديو ومرحبا بالجميع اللهم يسر خويا عبد القادر داود العام الله يبارك الثمن كيبقى 800 درهم داود العام الله يبارك 06 48 65 30 15 هاي النميرة Thank you.
الثمن ديالها كيبقى 300 درهم. كما قلنا كتبقى 300 درهم. صفر ستة 44 17 93 51 هاي البيرة بالنسبة لنتي واقع تبقى 300 درهم. كي داير بخير صحة مزيان خويا؟ عطيني الميرة خويا أيوب مداو 077 15 60 32 هاي الميرة ديال خويا أيوب. غادي نتولعو اللي بغا شي حاجة راه مرحبا. أيوب كيما قلنا نبداو بهادو اللي قرابة تشفطمو ياك. أما الولاد اللي كاينين لو كنت شفتك والله يبارك كلهم شي دار وجوال زيد وكلين وقلك كل مول فين أيوب يا بالنسبة للبرد دابا أنا ما ياخذ فريق الناس لا مو مغطي بالريش هكا أحسن على حساب البرد وهذا يكون مكمل الريش ديالو فريق صغير هي ما ديال غير مولا حاول يكون مع واحد هادو أيوب تقريبا تقدا وحدة في العمر ياك صاحبي بالنسبة للأثمنة هنا أيوب الأثمنة غيبقاو 250 درهم 250 درهم هاد الفيولي 270 الفيولي فين هو اللي 270 هو هذا اللي 270 درهم فيولي قال لي موالو تفطمو لو شي واحد مفطوم نخليو لك 400 درهم ماشي مشكل خلو شي تفطمو اوكي زوين هذا كلهم واكلين وكلهم شادين السوق الله يبارك أيوب هو الباربلو هذا ماشي الله قال لي قاني في الثمن قد بقى وقال لي خليتها تفطم ولا قال لي تفطم ونبيعو بثمن باربلو ميسي تفرق الله يبارك كاين الفيديو ديالو بالفلاش بالفلاش كيبان لك كول اخر باش بحال ما اللي بغى ايوب هاك الثلاث تقاد شحال بحال ما كنبيعو لي بحال ما كان باش خلصني فيه وخليتها تفطم لا هذا هاك شحال ايوب هاك 600 درهم 600 درهم الله والله يبارك بالنسبة للوليدات ديال فيشر هاي وليدات ديال الروز دون روز لو تشين هناك هادو شحال الواحد؟ 150 درهم 150 درهم معايا حمراء والله يبارك عندهم سيمانة دابا ديال الصورة كالوبسة تاع أيوب كالوبسة 150 إيزابيل جوج ياك الفاس بلون شحال؟ 150 هذا الثمن 150 وليدات راه بلا ما
فيها ولا بين وريشة ديال مصاري تشيز لهم بالك مزيان عاد كاين هادوك اللي مدرسين عيون كبار هذاك الكرم ديال السكوتش وكاين انا شكون ديال ديك السيمانه هو معايا على واحد السيد وخليته له شحال من واحد صونه ليه وبديت باش ولكن قربنا هذوك العيون كاين هذاك الكرم هذا الثمن ديالو ايوب الثمن ديالو 350 350 صافي هما تيتسالو شدو شقيطة من لا والله ما هادو ايوب شحال واحد 350 اللي بغا هاد كوبل بحال ما كسر عليه كتبقى كوبل 700 كارون تو تما تذكر هو اللي علم من ديالي ياك مولفين كتحك لهم وعندي واحد اللعيبه اخرى عشان انا شوفو ايوب مولينا هذا مدرس لا ها سوفاج ها كير مولينا صاحبي هذا الثمن ديالو 1300 درهم الباك ديالو فين الباك لا 2019 الباك ديالو مثلا ولا رسولو على الباك الباك 2019 كاين وليدات هنايا هنايا ايوب فيشر وروز ياك اه كاين الروز كاين فيشر كاين لوشي كاين الخضر كاين الباستا طلب السلع كنت فريش سلع هذا ما يشوف هذا بالنسبة لك يبغي وليدات صغار شوية في ديال السورانج كل بواش حاجة وبيد ليش هذا تقريبا عمر واحد ديالك كنت مفارق على كل شيء يام عم واخر هادو ايوب بالنسبة للأثمنة؟ 130 درهم وانقطاع من 130 درهم بحال هاد النورمال خضر ياك؟ اه بغا شي حاجة وتشاسر لا راه كيف هما ديما هنا في القهيوة خويا عليا اه عاود لنا هذاك اخويا ايوب 077 15 60 32 هاي المادة اخويا ايوب بالنسبة للباج ديال خويا ايوب هي هادي ايوب تي في تيبغي يدخل يتولع مرحبا بالجميع روحو لعيبات فيديو واش غنقولو السلام عليكم خويا مصطفى كيداير الصحة مزيان كلشي هو داك غنتولع خويا مصطفى كيما العادة ياك اللي بغا شي حاجة للميرا ديالك خويا 0674 84 54 94 هاي المادة خويا مصطفى اللي بغا يتواصل ومرحبا بالجميع نبداو هنايا مصطفى لوطواط الاخوان عشاق لوطواط الله يبارك ولد اش هذا مصطفى ياك الاخوان الله يبارك هذا ممكن بالسوران هذا فهمت؟ اقول لك طالع بالسوران اه هو كيما كنت 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 تبربيرات ديال الحسنية الاخوة الله يبارك مغربات كامل بالنسبة لهذا الثمن ديالو مصطفى ثمن 800 درهم كيبقى 800 درهم بالقفيز ولا غير غير بالكاس ديالو الكاس ديالو على هذا الشكل كيبقى 800 درهم مصطفى كيبان لي انا اتاي عاطيه لهم مزيان لهم اتاي مجمع لهم الكاش ياك مزيان الجهاز الهضمي وهذا غاديروا في الشيبه مزيانه الشيبه شحال المرات تقدر تعطي لهم في السيمانه فين ما طرش يقلك يوم ماشي مشكل كيما عطيتي لهم مزيان ياك من الاحسن يكون بلا سكر ياك لا واخا ماشي مشكل اقول لهم طوات تيبغي حلاوه ماشي مشكل هو الاخوه بالنسبه للدور ديال اتاي كاين هنايا بالنسبه لعشاق المقنن هذا مصطفى قرية ولا سكرة هذا اصله جدر الاخوه الله يبارك عنده 3 سنين
بالنسبه للثمن ديالهم في الطابو بلور هذا كوبلور كان ديجا خدام هذا رفيت خدام كما سمعتوا الثمن ديالو 15 هكا 900 درهم الثمن الاخوان الله كيسكو هنا مصطفى الوطوط هذاك عنده 4 شهور 25 عنده 4 شهور كيبقى 250 درهم الاخوان هذاك كيبقى 250 مصطفى هنا يا الزرزور الزرزور كيبقى 250 عنده 4 شهور هذاك مبقى لنا هنا مصطفى دوزو لك لنا الاخوان الشيخ المقدم الله يبارك فيك هذا حفاظ ابو مصطفى ودان ياك بالنسبه للثمن هذا 1200 درهم كيبقى الثمن ديالو وكما قال لكم الثمن قابل للتفاوض واللي بغى الفيديو ولا يجي يتصرف حتى مش كان صافي مباشره نكملوا لها مصطفى دوزو هنايا دوزو هنايا الاول اخوان الشق الاول والوال كبدا من 200 درهم 200 درهم من 200 درهم حتى 400 500 600 درهم بالنسبه للوال هنا مصطفى الميسو السويداني على قد الحال زوين هذا الثمن ديالو مصطفى الثمن هنا 600 درهم يبقى 600 درهم هنايا البيو 170 درهم قدام 170 درهم هذا قديم في الكاجير 170 درهم كاين هنا كانار فلورياضو هذا الثمن هذا الثمن هذا تباع الله يسخر مولاه هنا مصطفى كما تشوف 170 درهم هذا اللي حدا هذا 200 درهم كاين البيو كما قلنا البيو 170 درهم مصطفى ميسو ميسو ديال قماتشو انا الاخوة الله يبارك الثمن هنا مصطفى الثمن 400 درهم بالقفيز مالاكا ديالو او قفيز مالاكا كاين هنا الحداد الحداد 300 درهم كما قلنا عنده 5 شهور يبقى 300 درهم كاين الوطواط اخوان الشق الوطواط هذا ولد العش هنايا هذا الثمن هذاك 700 كيبقى 700 درهم تاهو بالكاش ديالو ياك اخوان الله يبارك بالنسبة للعشاق الوطواط الكنار كنار 200 درهم تكلم داو واش هنا الحداد هذا 300 درهم بالكاش ديالو وطاوات هذا هنا هذا 1000 درهم هذا تو حفاظه مصطفى ولد العش وطوات كما قلنا تو كيجا في الثمن هذا الصياد تو ياك الصياد الله يبارك جبدوا لنا مصطفى نشوفوا واخا بالنسبه للاخوان اللي بغيو يتسولوا الاخوان الله يبارك شوف كيما قلنا ولد العش ياك الصاف شوف كيما قلت لك الصاف مازال كيصفي راه كيما قلنا الثمن ديالو كيبقى 1000 درهم ياك الصاف اللي بغا يتصنت كيما قال لكم راه ماشي مشكل راه كيبقى في السيارات كيما قال هنا اللي بغا يتصنت كيما قال لكم راه مهضر مهضر ماشي مهضر الله يكون نسال الله يبارك شوف كلام زوين مصطفى كلام زوين كيكون حافظ هو الدم ديالو فيه حفاظ واللي هو اصلا هنايا الاولاول كما قلنا راه 200 من 200 انت البيو شحال قلنا كيبدا مصطفى الثمن البيو هنا 150 البيو اخويا نبي راه 150 درهم كاين الاولاول كما قلنا الاولاول راه من 200 درهم هذا الاخوان الله يبارك الشق الاولوال كاين
الحمومية هنا غادي نتقلعش هادي شحال 400 درهم هاد الحداد هنا حداد 250 كما قلنا ولا ورا موجودين كاين واحد البوح الزرهوني هذا هنا مصطفى الثمن 400 درهم كيبقى الثمن بالنسبة لدوك فوندات مصطفى جاو ياك كاينين نبيع بحال هادي اللي هنايا 40 درهم 40 درهم هاد الكاج كيجي فيها الصغير لا الكاج الصغير ديال المقلى هنا كاين هاد الكبير كاين هاد الكبير هنا هذا تكون فيها شي 30 سنتيم المقلى هادي شحال 60 درهم هادي 60 درهم والصغيره شحال قلنا مصطفى صغيره 40 صغيره 40 درهم ها هي الشكل ديالها دابا وكاين هادي المويان كاين هاد الشكل هذا التحتانيه كنصطفى هادي لا لا هادي هادي عادي عادي عاد كاين العشيشات بالنسبة للبيروش والكالوبسات مصطفى هادو وصلت قد ديال البيروش 40 درهم كالوبسات 60 درهم كالوبسات كيبقاو 60 درهم في الفوندا تا كاين هاد الشكل هذا كيما ديال التاو تاو ديال المقلين ونتيوا ديال واحد نتيوا ديال التاو نتيوا ديال التاو هي اللي على اليسار هي اللي تحطات هنا نتيوا ديال التاو شحال 100 درهم ونتيوا الاخرين المقلين الاخرين مصطفى 150 درهم مقلين كاين الكنار عشاق الكنار الكنار مصطفى الكنار الكره الكره هذيك الكره هذا الكره هذا هنا 200 درهم تكير كاين الحدا حتى هما كاينين موجودين الحداد الحداد هنا مصطفى 350 كاين هذا هنا حتى هو بالنسبه للحداد راه موجودين الكنار فوق بصرا وفلات هذه علاش شحال الكوكو؟ ديال الكاو نتوا تما يد كان ديال القامات شو مع نتوا كرغي جميع العش كيبان ليك الصابون والله الحشومه انا قاعد في السيمان هنا الثمن الكوب شحال؟ 300 درهم كيبقى الثمن 300 درهم كاينه الشحموميه هذه قديمه مصطفى شحال عندها تقريبا؟ شحال هذا عنده عامين عنده عامين هادي شحال الثمن الحمومية؟ 300 درهم 300 درهم كتبقى الحمومية مصطفى خلينا النمرة خويا 06 74 84 54 94 هاي النمرة ديال خويا مصطفى اللي بغا يتواصل الله ما يسر خويا تحياتي معكم الاخوان وحنا مع محمد غنشوفوا اليوم راه كاين جديد ومرحبا بالجميع صافي خويا محمد كي داير خويا الصحة مزيان كاين جديد ياك خويا محمد ناخذوا معلومات كما العادة ومرحبا بالجميع النمرة ديال خويا محمد 06 84 26 43 44 هاي اللي بغا يتواصل مع خويا محمد ومرحبا بالجميع شوفوا اللي كاين الجديد اليوم اخويا مرحبا خويا كاين بيريلا ديال السبليون كاليتي مزيانه دايره 50 غرام ب 20 درهم 50 غرام ب 20 درهم هذه دابا اللي عنده شي فريخ مريض هذه كتعاون الطير اللي مريض اللي ما كيقدرش يطرطق الصوان حيت هي رطبه غنيه بالدهون اوميغا 3 بلي فيتامين كربوهيدرات والبروتين هذه ما كتخليش لك الطير يموت في الجوع الطير اللي كيعيا كيأثر عليه المرض ما كيبقاش قادر يطرطق الصوان كيحتاج شي ماكله رطبه وهذه هي اصلا كانت كيستعملوها الغذاء البشري وملي لقاو فيها المنافع الطيور ولاو كيبيعوها للموالين ديالهم انواع الطيور اللي تخدم لها محمد جميع انواع الطيور جميع انواع الطيور يقدر انسان يديرها حتى في السوراق حناوي يديرها في السوراق ويعتق بها الطيور هذه كتعطى وقت المرض يوميا باش الطير ما يموتش في الجوع والوقت العادي راه كتعطى جوج مرات في السيمانة وراه هي مضاد حيوي للبكتيريا هي اول مضاد حيوي طبيعي تقدر تخدمها اول ما يبان لك الاعراض تخدمها هي يقدر ما توصلش للعلاجات الكيماويه كاين عندنا سيدي اكزولت ها هو راه متوفر ديطاي واحد ميلي موافيه راه داك الشيء اللي كنا دوينا عليه شحال هادي راه صححناه ديال الميلي ما خرجش لينا مقاد دابا راه صححناه لقيناه وافي 100% ها هي ديال 30 درهم 30 درهم ميلي اكزولت اللي عنده الكتره راه كيدير واحد ميلي في الليترو وكيكرر الرابيل على 7 ايام واللي عنده الفراخ قليل راه كيدير نقطه صغيره في الشرابه حتى هاد الانسولين كتطلق لك البرودوي كتطلق لك بزز باش تخرج لك القيطه صغيره حيت هو ليكيد داير بحال الزيت الشرابه ديال 50 ميل ودابا اللي دار النقطه يعاود حتى يرابل ديالها يعاود على 70 على 70 التعقيم الخارجي كيبقى بجافيل ولا بشي برودوي زين كاين عندنا زيت جني القمح راه مفيد حتى هو كيدهنوا به البذور والباطي فيه الفيتامينات والاحماض غني بالاوميغا
قطعه وتشاو هاكي تستعمل في الباطي هذا في الباطي في البودور هذا كيدير 20 درهم كاين زيت كبير الحوت زيت كبير الحوت راه مكمل غذائي وكيعاون الطيور على اللمعان ديال الريش والتخصيب وكيهيج المبايض ديال الاناث كيسرع النمو ديال الفراخ الصغار وقت وقت الفريخ وقت التزاوج وكوقايه للطيور مره في السيمانه كيتعطى مع البودور كترقد فيه البودور 25 دقيقه وكتقدمو للطيور هذا كيدير 20 درهم 20 درهم زيت كبير الحوت عندنا خل التفاح طبيعي شركه السنه الحلوه كيدير 5 درهم 30 ميل هذا كوقايه هو كيتعطى مره في السيمانه كيطلع البي اش ديال الهضم وكينقي البكتيريا في الامعاء وكيكثر البكتيريا النافعه وكيساعد حتى على علاج بعض الامراض اللي يلاه قريبه تبع ما كيخليش البكتيريا تكاثر في الامعاء هذا كيدير 5 درهم كاين عندنا حبوب اللقاح حبوب اللقاح استعمال بشري اللي بغاهم هو للانسان ولا الفريخ اللي بغى يتهلا في شي طائر كدير شويه العسل كديري يدك فيهم وكتماطيهم المقنين بحال هكا بغيتي دريسي بغيتي تهلا في شي فريخ كتخلطوا ليه مع الباطي مع الشلاطه غادي 10 درهم وشحال مره تقدر تقدمها للطير؟ جوج مرات في السيمانه كافي فيهم احماض امينيه فيهم بروتينات فيهم لي فيتامين جميع فيتامين اللي خالق الله في الطبيعه وراه معروفين غنيين عن التعريف كم مكمل غذائي هاد الحبوب اللي راه هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى النحله ما غاديش تجي تجمع واحد الحاجه لراسها هذا الشيء كله وراه على الله شنو تجمع شنو هما الفوائد اللي هنا شنو هما الفوائد اللي هنا اذا اي حاجه بغيتيها بيو خذها منه جميع لي فيتامين كاينين هنا كيطلع حتى المناعه ديال الانسان كيطلع المناعه ديال الطيور وراه احسن مكمل غذائي يستعمل الانسان مع العسل ويقدمو للطيورات ديالو الثمن ديالها محمد 10 دراهم 10 دراهم البوطان كاين عندنا روكساسان علاج ديال الالتهابات التنفسيه والسالمونيلا فيه ماده انروفلوكساسين اللي كتكون في بايتريل بالنسبه للاخوان اللي كيقلبوا على بايتريل وما كيلقاوش راه انروفلوكساسين راه خدامه بخير الطريقه ديال الاستعمال اخويا محمد خمس نقاط في الشرابه المده ديال 3 ايام وقايه 5 ايام علاج والسالمونيلا باراتيفويد 10 ايام هذا 10 كاين عندنا التوديه محمد لي فافين هذا الراس ديال الموس في الشرابه كيتكرر على 15 يوم محمد الثمن ديالو هذا 10 درهم 10 درهم تاعو اللي بغى شي سؤال راه مرحبا حدا مع محمد كاين ميلشي فيتامين املاح معدنيه احماض امينيه والفيتامينات والمعادن هذا مكمل غذائي واسع الطيف كيصلح جميع الحيوانات من الطيور حتى الكلاب حتى لجميع الحيوانات ومركز في الاستعمال ديالو كدير 3 نقاط في الشرابه مره في السيمانه كوقايه و 3 ايام في التجهيز واللي بغى يستعملو في الليتر محمد لا دوز واحد ميلي 20 نقطه في 20 نقطه كتعادل واحد ميلي كتعادل واحد ميلي بالنسبه للناس اللي عندهم مقنين ولا كنار بغاو يتفاداو الحبوب ديال الميرونج ولا هذا كيضربوا لهم كبده ولا مصاره استعملوا هذا راه فيه كلش ما غتحتاجش شي حاجه اخرى انا استعملتي هذا درتي كلشي تجهيز وجوديه سيلينيوم فيتامين او فيتامين بي 12 بي 9 ا في جميع الحوايج اللي يحتاجهم الطير هادو 10 درهم حتى هو كيف كاين المضاد الحيوي واسع الطيف بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش يشخصوا الامراض ولا ما كيعرفش الطير ديالو شنو عنده بالضبط كيقدم ليه مضاد حيوي كيصلح لجميع البكتيريا اللي كتاذي الطيور ولا الحيوان الاستعمال ديالو كدير 5 نقاط في الشرابه وقايه 3 ايام علاج 5 ايام المده ديال الجهاز التنفسي 6 ايام ولا السالمونيلا باراتيفويد كدير لها 10 ايام هذا راه ملي كتعطيه كتعطي وراه البكتيريا النافعه مباشره 4 ايام متابعه ثلاثيه المفعول ديال افيان فيت كدير الراس ديال الموس في الشرابه حتى هي كدير 10 دراهم كاين مدة الاستعمال ديالها مرتوة هادي كتعطيها 4 ايام مرتوة 4 ايام مرتوة وبلا دواء راه كتعطيها مرة في السيمانة كافية كتعطيها مرة في السيمانة كطلع المناعة وكتساعد على الهضم وفيها لي فيتامين هذا الفيبرونين علاج ديال الفاش بالنقطة ما بين الكتفين هذا كيترسب تحت الجلد وكتولي عنده مفعول ديال 6 شهور الا تكرر على 15 يوم هذا راه درنا له قياس ديال 10 دراهم بالنسبة للناس اللي عنده طويار ولا جوج لا لا راه عنده الديتاي ديالو موجود 10 دراهم عندنا الاطلازيل كانت قاده وملي قلبت لقيتو عاوتاني جبت كنت درت سيدوكول ودابا ملي كنلقى هذا رجع كنجيبو حيت هذا الفعاليه ديالو زوين بجد اللي ما عندوش عليه فكره خويا هذا مضاد السموم علاج الكبد كيحيد مشاكل ديال الكبد والتسممات اللي كيترسبوا في الكبد
وكيساعد على الهضم وكيقاد ديكالاج ديال الماكلة. مثلا الطير شريتيه جديد وملي كدير الطير ما كتسولش مولاه اشنو هي الماكلة اللي كيعطيها. مثلا انا كنعطي واحد النظام غذائي معين، انت شريتي عندي فرخ ما سولتينيش على الماكلة ديالو على النظام الغذائي، مشيتي انت بدلتي لي النظام الغذائي، بغيت رالي واحد اختلاف الأمعاء، غادي يبدا يبزق لك بزقة جارية ولا يقدر يتغير عليه الجو وغادي يبان لك الطير بحال مريض وغتسحب لي بها ثلاث المرات. ولكن الطير راه طرالي ديكالاج ديال الماكلة، إلا لاحظتي مدة الصوم كيخدموا بيسحب الدجاج بزاف، حيت كيغيروا العلف من التسمين من 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 الديماراج السمين من العلف البياض. اذا هذيك الوقيته باش كيتغير الاكل خصك دير مضاد السم. الناس اللي كيبغيو يخدموا بالحبوب الميلونج وهذا راه كيعطيو في الوقيته اللي يعطيو فيها الميلونج ولا يعطيو فيها كانتاكس ملون ولا يعطيو فيها الباطي، اي حاجه فيها دهنيات غادي يكون النتيج ديالها كثير على الطير وغيخزن داكشي اللي شرب. نعطيو معاه مضاد السم كيساعد على الهضم وكيعالج الامعاء، اذا كان مشاكل ديال الامعاء راه كيتعالج وكيعطيك الامعاء ديال الريش. هذا راه كيدير 10 دراهم 10 دراهم. عندنا افيسانول كالسيوم كونسونتري ديال شركه كويكو. افيسانول راه معروف، كدير 5 نقاط في الشرابه مده ديال 3 ايام في السيمانه بالنسبه للتجهيز. بالنسبه للوقايه راه مره في السيمانه للطيور مغرده. كالسيوم مركز وسائل ما عندوش شر الصوبات في الكبد، هذا اللي شاطت كتخرج مع البول ديال الطائر. عندنا كوليموكس هو هذا الجديد اللي بغيت نوريك، ها هي الورقه ديالو. حتى واحد المباراه شامله 15 فيه جوج فوائد، فيه جوج ديال العلاجات هي الاموكسيسيلين وفيه الكوليستين. هاد جوج الحوايج ملي كيتلاقاو كيحاربوا جميع لي باكتيري اللي معروفين، كتسمى سالبه الغرام موجبه الغرام. هما جميع البكتيريا اللي معروفين عند الحيوانات الزينه، الطيور الزينه ودجاج السم. هذا كدير من الراس ديال الموس الشرابه بالنسبه للطيور الصغيره مده من 3 ايام حتى 5 ايام، وكتبع وراه البكتيريا النافعه 40. بالنسبه للناس اللي عندهم كثره كيديروا 1 غرام في الليطر، ها هو راه موجود هذا 10 دراهم 10 دراهم. كاين فيرتيفيت مخصب ومهيج، كدير راس ديال الموس الشرابه مدة ديال 3 ايام في السيمانه وكتوجد به الذكورة والإناث، وتقدر تخلط معاه إما افيسانو الكالسيوم يا إما تخلط معاه كالسيليكس. كاين عندنا قسليندي علاج طبيعي، هذا كيعالج المشاكل التنفسية ويهيج الذكورة، والدور ديال فيرتيفيت غير هو العلاج ديالو كتقيل شوية حيت طبيعي كيتطلب واحد شوية الضوء. ومرحبا بالإخوان اللي بغى شي حاجة مرحبا به. ربي منادك خويا محمد 06 84 26 43 44. أنا الميرا اللي بغيت يتواصل مع خويا محمد ومرحبا بالجميع.